لسه بنكمل معاكم لسه الصبح على الراديو 90 90، زي ما انتم متعودين كل يوم حد بتبقى الفقره الرياضيه في الجزء الثاني من حلقتنا. والنهارده بقى عندنا كلام كتير جدا مع زميلنا العزيز من موقعنا مبتدا.com الصحفي الرياضي خالد الكلاني. يا خالد صباح الفل. صباح الفل يا فادي، عامل ايه؟ كله زي الفل. وحشنا والله. لسه اقول لك وحشه. انت كمان والله. اخبارك ايه؟ كله كويس؟ كله زي الفل. مستعد بقى نتكلم عن الاهلي وعن الزمالك وعن ليفربول وعن حاجات كتير قوي فادي قاعد ذكرها معايا. نبدا بايه بقى؟ عندنا حاجات كتير. نبدا بماتش امبارح لان هو الاجدد النادي الزمالك اللي عدى مطب كان دمه تقيل جدا، وكان يعني الجمهور الزمالكاوي حاطط ايده على قلبه وخايف من فكره انه تحصل المفاجآت اللي مش مستحملين اكتر من كده يحصل اي حاجه مع فريق ارتا سولار الجيبوتي اللي كان كسبان في المباراه الاولانيه 2-0. كان كسبان في المباراه الاولانيه كان كسبان في الشوط الاولاني. ده احكي لنا كده او ملخص للي حصل امبارح في المباراه وكل الحكايه لو اي حد ما كانش متابع. بص، احنا ماتش الزمالك اللي فات قدام المقاولين كان في علامات استفهام كتير طبعا على التشكيل والناس اللي قعدت على الدكه والناس اللي ما استخدمهاش اسوري وكل الكلام ده، والراجل قال ان انا بوفر اللعيبه وكان مريح حتى يعني خارج من القايمه خالص ثلاثه مدافع، يعني ثلاثه بادوارهم دفاعيه، عمر جابر وحمزه المسلوسي ودونجا، وقال ان انا بعمل كده علشان عامل حساب الماتش بتاع ارتا سولار وان الجول اللي هيدخل ليه 100,000 حساب في الماتش ده. والراجل كان كلامه منطقي جدا، وده حصل ان الزمالك استقبل هدف في الشوط الاول، والهدف ده عقد الامور جدا لان الزمالك اصبح محتاج 4 اهداف بدل ما كان محتاج 3 بس علشان يصعد، واصبح وضعه صعب جدا وموقفه صعب جدا، وعليه موقف الزمالك اتعقد، وزي ما انت قلت كده الناس كانت حاطه ايديها على قلبها والوضع كان صعب جدا في الشوط الاولاني. ولكن في الشوط الثاني ومش عارف يعني مش هنقول تبديلات اسوري، ولكن هو تبديل واحد اللي عمل فرق جامد جدا. شفنا تبديل يوسف اوباما هو اللي فرق بشكل كبير جدا مع الزمالك، الحلقه المفقوده في نادي الزمالك. اوباما اللي شفناه في السعوديه بالظبط، هي الحلقه المفقوده، ده اوباما اللي شفناه بعد الجول اللي جابه في المقاولين اخر 10 دقائق من ماتش المقاولين، مش ماتش المقاولين كله. دي الحلقه اللي كانت مفقوده في الزمالك على مدار كذا سنة فاتت، حلقة اللاعب صانع الألعاب اللي بيعرف يلعب في المركز ده كويس، اللي بيعرف يعمل عملية الربط بين الخطوط. المركز ده كان مفقود رغم ان اسوريو نفسه بعد الهدف التاني بوظ الحركة دي تاني، ما طلع الفراودة كلهم وخلى اوباما تاني فرود، ولكن اوباما قدر يقوم بالدور ده. والحقيقة ان لعيبة الزمالك بذلت مجهود غير عادي امبارح، الجمهور الكبير اللي كان موجود في الاستاد برضو كان ليه دور كبير جدا. المدير الفني لنادي ارتا سولار نفسه كان ليه دور كبير جدا جدا في ان الزمالك يعدي المرحله دي. بالتراجع الكبير اللي عمله في الشوط الثاني، هو حط اللعيبه كلها جوه ال 18، وزي ما يكون يعني هو الراجل برضو كسبان 3، يعني هو الراجل اتحرك تحرك منطقي، هو الراجل كسبان 3-0 فالموضوع خلصان، يعني هو مش عايز اكتر من كده من الماتش، مش عايز يجيب جول ثاني. ولكن هو ما كانش متخيل ان الزمالك يقدر في 40 دقيقه يسجل 4 اهداف، دي برضو مفاجاه بالنسبه لي. ايوه 4 اهداف في 40 دقيقه، ده حقيقي ده كله دي روح اللعيبه كانت كبيره جدا، كان ده شيء واضح يعني. ولسه مكملين معاكم لسه الصبح على راديو 90 90، والنهارده منورنا زميلنا في موقع مبتدا الصحفي الرياضي خالد الكلاني، وهنتكلم معاه دلوقتي عن حاجه مهمه جدا وهي مباريات النادي الاهلي. أيوة. وطبعا الفوز على سان جورج والمباراه الاخيره بتوتل 7-0 توتل مجموع المباراتين يعني مع بعض الذهاب والاياب. ايوه كانت نتيجه منطقيه طبعا، الاهلي من ماتش الذهاب قدم اداء كويس جدا، والفرقه اللي قدامه فرقه متواضعه، يعني هو يعني خلينا نقول اللي كان المفروض يحصل في ماتش الزمالك هو اللي حصل في ماتش الاهلي. والطبيعي الادوار التمهيديه بتبقى انت فرق كبيره، يعني في الاول في الاخر الفرق فوارق كبيره، فوارق كبيره جدا. انت بتتكلم ان حتى لو انت بتتكلم على ابطال دوريات بتاعتهم، هو لو حتى هو بطل الدوري الاثيوبي، فهو في الاول في الاخر الدوري الاثيوبي مش بقوه الدوري المصري، مش يعني بعيد تماما عن الدوري المصري. فالاهلي قدم الاداء المنطقي والطبيعي، قفشه بيرجع للتسجيل مره ثانيه بعد غياب طويل، كولر بيقدم السيمفونية اللي هو بيعملها في كل ماتش، الراجل بيقوم بتدوير الروتيشن رائع. احنا بنتكلم امبارح ان الاهلي كان بيلعب بالصف الثاني في ماتش سان جورج، كان بيلعب بالصف الثاني، ولكن مع ذلك انت ما شفتش ده، ما حسيتش بده خالص. يمكن شويه في الشوط الاولاني كان الاداء مش افضل صوره، ولكن اللعيبه بتندمج بسرعه وبتتاقلم بسرعه، التعليمات بتتنفذ، فبالتالي بنشوف الصوره اللي احنا شفناها على ارض الواقع دي. الاهلي ما يخوفش، يعني الاهلي ما يخوفش، لا بالعكس هو طمن جماهيره كويس جدا ان الفتره اللي جايه الامور هتبقى اسهل بكتير. يعني المباريات اللي جايه هتبقى في الدوري بقى خلاص، لسه ما بص عنده ماتش انبي النادي الاهلي الفتره اللي جايه دولي. عنده في الدوري ولا كاس عشان بنتلخبط؟ لا 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 لسه انا بتلخبط. هو عنده ماتش انبي اللي جاي، ماتش انبي اللي جاي هيبقى
ماتش ايه اللي جاي في الكاس ولا في الدوري؟ شفت بقى في الكاس. شفت ده السؤال. ايوه ماتش ايه اللي جاي في الكاس؟ ماتش ايه اللي جاي في الكاس ده من الكاس القديم. ما احنا بالظبط ده مشكله كبيره قوي في موضوع الكاس القديم والمواسم والبطولات. ده مشكله في القصه. كل اسبوع نفس بسمع نفس الكلام. احنا كل يوم بنسمع نفس كل ضيوفنا. ما قصدش قصدي كله يعني كل الصحفيين وكل من يعمل في مهنه النقد الرياضي بيتكلموا عن فكره اللخبطه اللي حاصله ما بين. هي مشكله كبيره. مشكله كبيره اقول لك على حاجه. هي مشكله كبيره حتى في البطولات. يعني انت دلوقتي عندك بطوله مستحدثه اللي هي السوبر المصري للابطال. انت عايز تقول انت عايز تحدد الاربع على الفرق اللي هتلعب. الزمالك خرج من الحسبه لان هو انسحب من السوبر اللي فات فهو معاقب ان هو ما يلعبش البطولات دي لمده سنه. وصلنا النتيجه واضحه الحمد لله. فاحنا ده انا عايز اقول لك ان ده حطينا في مشكله ثانيه. يعني لو الزمالك كان داخل في الحسبه كان خلاص الزمالك هو رابع فريق مع الاهلي وبيراميدز. كان الزمالك داخل معاهم ده موضوع منتهي. لكن اللي حصل دلوقتي ان الزمالك علشان خرج من الحسبه احنا دلوقتي مستنيين نشوف اذا كان امبي اللي هيلعب البطوله دي ولا نادي فيوتشر اللي هيلعب البطوله دي. لان هنستنى نشوف امبي نتيجه ماتشه ايه في الكاس القديم مع الاهلي. فالموضوع يعني فكره ان انت لسه عندك بطولات بتتلعب من السنه اللي فاتت دي معطلك حتى في بطولات مستحدثه انت بتعملها. بطوله جديده وليها عوائد ماديه كويسه للفرق واحتكاك مختلف وكل بالزبط. الكلام ده وفرق تقدر ان هي تحقق بطولات يعني تدي فرصه لفرق مختلفه عن الدوري والكاس الطبيعي اللي دايما بيكون ما بين فرقه او اتنين. ده مدخلك في قصص كتير. وترجع بقى نبص على السكور شيت ونشوف مين لعيب كان معاه انذارات من الكاس القديم فتوقف ومين لعيب هيلعب من الكاس الجديد. بص قصه حزينه. هي اختبار للذاكره. هي قصه حزينه. قصه حزينه. مش عايزين نعيط الصبح. لا احنا طاقه وفريش كده. معلش مش هقول قصه حزينه الصبح. هقول قصص جميله ان شاء الله كلها انتصارات خير. مرة تانية بنكمل معاكم لسه الصبح على الراديو 90 وفقرتنا الرياضية مع زميلنا العزيز من موقعنا مبتدا.com خالد الكلاني. خالد امبارح في شوية كواليس كده حصلت بعد مباراة الزمالك من كتر الضغط العصبي اللي على اللعيبة. نعرف منك كده شوية كواليس حصلت بعد المباراة وأثناء المباراة كمان. ده حقيقي. بص هو يعني خليني أقولك إن قبل المباراة أصلا كان في كلام من يوسف أوباما اللي إحنا كنا لسه بنتكلم إن هو كانت التبديلة اللي قلبت الماتش ما كانش هيبقى موجود خالص. كان هيطلع من القايمة أصلا لأن هو تعرض لشد في العضلة الأمامية بعد ماتش المقاولين. وكان الجهاز الفني واخد قرار بإنه ما يبقاش موجود. لكن هو اللاعب اتكلم مع الجهاز الفني وقال لهم أنا هبقى موجود على الدكة علشان لو الظروف بتاعة الماتش حكمتها أقدر أشارك. فرق كان كبير جدا طبعا وقد كان وفرق كتير جدا جدا مع الزمالك. الناحيه الثانيه كمان احمد فتوح شفناه وهو بيخرج امبارح على نقاله يعني بعد في اخر دقايق الماتش. فتوح كان بقاله فتره مصاب يعني في على سير المباراه ولا اصلا لسه راجع من الاصابه ده. دي اول مباراه بيلعبها يعني الراجل ما لحقش لا يدخل بقى مباريات دوري ويجس النبض ولا الكلام ده. الراجل جاي من اصابه بقاله فتره طويله مصاب على طول على المباراه دي ومباراه صعبه وكانت مصيريه يعني هي اصبحت مصيريه بدري بالنسبه للزمالك. ولعب وهو مصاب كان عنده برده مشكله عضليه ولعب وهو مصاب واثر ان هو يكمل الماتش لحد ما يعني خلاص الموضوع انتهى والزمالك ضمن الصعود. خرج من الملعب. هيرجع امتى دي برده ده سؤال بعيد. طب تم تحديد اصابته ايه تم اعلان اصابته هي لا لا هو عنده مشكله عضليه هيلجا لسه لفحوصات طبيه ويتعمل له برنامج تاهيلي وعلاجي. فما نستناش فتوح قريب يعني لسه هيقعد فتره على ما يرجع تاني. الناحيه الثانيه مصطفى شلبي خط الدفاع في الزمالك مليان اصابات للاسف يعني خساره كبيره في كذا مركز مهم. ده حقيقي وده اللي خلى في الاخر خلينا نقول وقف القيد ده عامل مشكله كبيره للزمالك. وده اللي خلى ان كابتن عبد الشافي يرجع من الاعتزال. الراجل كان اعتزل السنه اللي فاتت وهو راجع علشان يسند النادي يعني. مصطفى شلبي اغمى عليه بعد الماتش امبارح. دي تنفس من الضغط العصبي طبعا ومن ضغط المباراه. احنا بنتكلم 90 دقيقه 90 يعني ال 95 دقيقه اللي الزمالك لعبهم امبارح كانوا 95 دقيقه اللعيبه ما بتقفش لان هم في موقف صعب جدا من اول خمس دقائق. ضغط عصبي كمان كبير من بعد ما الجون دخل بالظبط. هم 95 دقيقه مش قادرين يوقفوا ما ينفعش. انا بشفق عليهم والله بشفق عليهم. ضغط جمهور ضغط طول الوقت بطالب منهم ان هم يفوزوا ايا كان بقى هم يمروا حتى بظروف صعبه حتى داخل نادي الزمالك. ضغط صعب جدا جدا. مباراه امبارح طب نطمن على مصطفى شلبي. لا هو الحمد لله شويه بقى تمام بقى كويس ومفيش اي مشكله. هو بس زي ما قلنا الضغط العصبي طبعا وضغط المباراه. انت لما يعني بتجري الراجل بيجري 90 دقيقه حرفيا زي ما بنقول يعني اللعيبه شفنا اللعيبه بقى الفتره دي بصراحه. فيعني ربنا يحفظه ما يبقاش فيه اي مفاجآت تانية في اصابات لعيبه نادي الزمالك. لا هو بس الزمالك فعلا يعني هم محتاجين بكل الطرق ان الموضوع ازمه القيد دي تنتهي باسرع وقت علشان يقدروا يدعموا الفريق في يناير. لان الوضع كده هيكون في منتهى الصعوبه. الزمالك عنده بطولات كتير موسم طويل لسه بالزبط. كبير قوي ولسه وهو خلاص يعني كمل الكونفدراليه وهو داخل الكونفدراليه فهو لسه عنده بطولات ولسه عنده موسم طويل. كاس ودوري وسوبر لا السوبر خلاص كاس ودوري كونفدراليه. فهو في وضع صعب جدا ولازم يكون في تدعيمات في يناير ان شاء الله.
وصلنا بقى للماتش طبعا اللي كل المصريين بتحب تتابعه عشان خاطر نجمنا المصري محمد صلاح بيلعب في نادي ليفربول. ليفربول امبارح وتوتنهام والماتش الدرامي اللي حصل امبارح وللاسف الهزيمه اللي خدها ليفربول امبارح من توتنهام. ماتش سيء جدا على كل الحاجات يعني على كل الاصعده. لا ماتش سيء بجد, ماتش ممتع كماتش كوره كالعاده يعني ده المفروض, ولكن التحكيم الانجليزي عمل شويه حاجات غريبه كالعاده. علامات استفهام كتير. هم السنه دي تحديدا مع ليفربول ما اعرفش بقى ده حظ وحش ولا حد قصدهم ولا حد زعلان منهم في حاجه, وفي حاجه غلط على الطرد اللي حصل في حالتين طرد. الحاله الاولانيه خلاص في هدف ملغي, بعد كده اعترفوا انه هدف صحيح بالظبط. يعني الحاله الاولانيه هنقول تمام بتاع كيرت جونز ماشي ما فيهاش مشكله, دي طرد. لكن ديوجو جوتا الانذار الثاني اللي خدوه غريب جدا, مش مفهوم خاصه في وجود فار. يعني احنا لو في حاله عاديه كنا قلنا خلاص الحكم اتضحك عليه, لعيب برجله متكعبله في نفسه وقع بعيد عن ديوجو جوتا بمسافه كويسه جدا, فما فيش اي مبرر لانه هو ياخد انذار خرافي زي ده. انت عارف لو برضو لو انذار اول كنا قلنا ماشي هتعدي, انما ده انذار بيؤدي لطرد, فانت لازم ترجع للفار. ما عملش تشيك للفار اصلا, هو خد القرار والقرار تمام يلا بينا طرد خلاص, مع ان القواعد بتقول ان انت في بطاقه حمراء لازم ترجع للفار, وده موضوع منتهي. فكان اولا طرد غريب جدا ومش مفهوم. بعد كده في حاله طبعا شفنا اول جول بتاع لويس دياز اللي كان من اسيست محمد صلاح, قال انه اوفسايد وكان واتحسب اوفسايد بمراجعه الفار وكل الحاجات, ولكن رابطه الدوري الانجليزي اعترفت ان الهدف صحيح و الاول ما كمل اول فعلا كمل الاول لا اعترفوا ان الهدف صحيح. طب يا جماعه هتعملوا ايه مع وجود الفار بيحصل غلطات شبه كده؟ ده الفار موجود بالذات على الخط اللي بيترسم والسرعه بتاعه اسئله مالهاش الهدف دي, اسئله مالهاش اجابه فعلا, لان انا بقول لك انا الوضع مع ليفربول فعلا غريب في كل حته مش عندنا احنا برضه مش ده حقيقي سؤال بيحصل. حتى قبل كده في المباراه بتاعت ليفربول ونيوكاسل لما اتطرد فان دايك من بدري جدا غريب جدا من غير التحام, هو كان داخل على الكوره تبان من بعيد ان هي فيها التحام بس هي فار, وما رجعوا للفار والراجل واخد الكوره وكل حاجه تمام برضو في حاجه وتم طرده طرد مباشر طرد مباشر. فهو في حاجه, لا في حاله غريبه وحاله مش مفهوم. وقبلها خلي بالك في اول الموسم لو تفتكر كان في طرد الماك أليستر والراجل اتطرد والماتش خلص ليفربول كسب الماتش ده, وبعد ما الماتش خلص ليفربول قدم تظلم والتظلم اتقبل والطرد اتشال وماك أليستر لعب الماتش الثاني. يعني الطرد ده كان غلط تمام. طب ممكن يعملوا كده مع ديجو جوتا؟ ممكن يعملوا كده ومع فكرة اعتراف الرابطة بالهدف صحيح مثلا ممكن. لا طب هو فكرة ان اعترفوا ده هو ما يحصلش احتساب نقط, ما يحصلش اي حاجه ولا ايه ده, هو فقط اعتذار بس استأسفوا لهم بس فقط, قال لك احنا تواصلنا معاهم ولا لا احنا اسفين ايه ده بس كده اه للاسف يعني ما فيش اي قرار تاني بيتاخد. طب الحكم نفسه مثلا ما يبقاش عليه اي عقاب ممكن ممكن يعاقبوا الحكم يوقفوه كام ماتش بس كده, ده اقصى حاجه هتحصل. انما الماتش الحكم كان الكروت عنده سريعه زياده عن اللزوم حتى مع الفرقتين, لكن مايل اكتر ناحيه ده اللي انا بقوله بقى, هي القصه مش في الحكم ده. دلوقتي توتنهام خد مركز تاني ولا الاول في الدوري؟ توتنهام دلوقتي بقى التاني. لا انا عايز اقول لك ان في ناس كتير دخلت امبارح الترتيب اتغير بشكل كبير جدا. السيتي خسر ففتح مجال لارسنال, ارسنال بقى في المركز الثاني وراهم ليفربول وراهم خلي بالك كمان شوفنا استون فيلا دخل. لا لسه السيتي زمان السيتي مركزه ما اتغيرش, السيتي محافظ على مركزه رغم الخساره, لكن هو 18 نقطه فارق طبعا عن بقيه بس كان في فرصه ان ليفربول لو كسب امبارح ليفربول كان يتصدر جدول الدوري الانجليزي, فيبقى فرصه ومعروف يعني ان بيبقى في المركز الاول خلاص بقى صعب خلاص وكان هيفرق عنه. بص هو احنا اللي بيحصل دلوقتي هو اللي بيحصل بقاله سنتين مع ليفربول برضه, انت بتجيلك فرصه ان انت تستحوذ على الصداره ولكن انت بتفقدها. انت دلوقتي الوضع الحالي انت الفرق بين الثاني والثالث هو بونت واحد, اللي هم مانشستر سيتي اول واحد 18 بونت, بعد كده توتنهام وارسنال الاثنين في نفس المركز في الوصافه ب 17 بونت, بعد كده ليفربول بيفرق عنهم ب 16 بونت. فهو ده الترتيب الحالي اللي احنا ماشيين عليه. استون فيلا دخل في القصه امبارح بمكسب كبير جدا 6-1 قدام بريتون. ماتش صعب مع ان بريتون كان حلو لا كان ماتش جميل, وبريتون كمان عامل موسم غريب يعني موسم جامد جدا وبيغلب فرق كبيره بارقام كبيره, فكان غريب جدا ان هو يخسر بالرقم ده. وبيخسر بقى بالرقم ده بالتزامن مع ان في اخبار بتقول ان المدرب بتاعه ديزيربي مرشح لانه يمسك ريال مدريد, فهل بقى الانباء دي مؤثره على المدير الفني او كبيره زي دي بالظبط؟ فالموضوع برضو متشابك. في الاخر ليفربول خلينا برضو اقول لك على لقطه مهمه بس جدا, كان في فرصه امبارح وكنا هنشوف ماتش عالمي اكتر ان ليفربول يعني يطلع بالتعادل مع وهو مطرود منه لاعبين, وكان لحد يعني فرق 30 ثانيه في نهايه المباراه قبل ما يحصل الاون جول او الهدف الدافي من متيب اللي سجله في نفسه.
ايوه كان في فرصه كبيره كان ممكن يحصل. خلي بالك بالنسبه لكلوب يعني يبقى سواء كلوب امبارح خلينا نقول ان هو اكبر على ان هو يغامر شويه مغامرات بعد النتيجه طبعا اللي حصلت والطرد اللي حصل عنده. بقى عنده 2 لعيبه مطرودين. شفنا بيسحب محمد صلاح بيخرج محمد صلاح وشفنا بيحول فان دايك لمهاجم في بعض اوقات المباراه. خلاص ده حوار غريب جدا ده حوار غريب بس هو ليه ابعاد. يعني هو فان دايك عمل ده قبل كده, دي مش اول مره لعب مهاجم قبل كده. عمل ده قبل كده مع هولندا في اكتر من مناسبه خصوصا مع كومن في الولايه اللي فاتت مش دي. وكان انا يعني فاكر كويس جدا ماتش في دوري الامم قدام المانيا. حصل ان هولندا محتاجه تكسب عشان تصعد وفي لعيب دخل بديل داخل بورقه ده فان دايك. فان دايك بص في الورقه ورماها لقينا فان دايك بيلعب جوه 18 الثاني مع المانيا بيلعب فيرود وشويه ولقينا فان دايك جاب جول فعلا وهولندا كسبت. جول حلو مش جول حلو جدا. لا ده جول ملعوب جميل وراكن الكوره وعامل كل حاجه. بعد الماتش الصحفيين نزلوا صوروا الورقه اللي كانت في ايد فان دايك لقينا التعليمات بتاعه كومان ان انت هتلعب فيرود. ف يورجن كلوب استفاد يعني حاول يستفيد من الضغط اللي حصل ظروفه. ظروف الماتش حكمت عليه ولكن هو لسوء الحظ الاون جول اللي حصل ده وليفربول بيخسر فرصه كبيره. بس خليني اقول لك ان لسه الدوري الانجليزي هو الدوري الانجليزي. مانشستر سيتي بيخسر هو كمان امبارح فبيتعطل فما بيوسعش الفارق فبيفضل الفارق بينه وبين ليفربول. احنا بنتكلم عن صاحب المركز الرابع مثلا دلوقتي بينه وبين ليفربول نقطتين بس. لسه لسه كل حاجه موجوده لسه الحسابات. احنا بنتكلم فيه لحد دلوقتي ممكن نقول 10 فرق بتنافس على الدوري. اوكي في 10 فرق لسه في منافستها على الدوري. دوري من اقوى الدوريات في العالم. و10 فرق احنا بنتكلم عن اسامي فرق عاديه. احنا بنتكلم عن برايتون بنتكلم عن استون فيلا بنتكلم عن ويست هام. كل دي فرق جوه المنافسه. يعني نقول ان برايتون هو المباراه اللي جايه مع ليفربول بعد ما ليفربول هيبقى عنده مباراه صعبه جدا الاول في يوروبا ليج وبعد كده هيبقى عنده برايتون جوه الدوري. مباراه صعبه جدا 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 جدا. نتابع بقى. احنا بنشكرك جدا 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 يعني نورتنا النهارده والله ودايما بنتابع معاك دايما الاحداث الرياضيه على طول الزميل والصحفي الرياضي موقع مبتدا خالد الكلاني نورتنا النهارده في لسه الصبح. شكرا.